السيدات والسادة، هذه نشرة إخبارية نقرأها على حضراتكم من قناة حضرموت الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجري اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة. توجيه بدعم وحدة جراحة أورام الجهاز التناسلي الأنثوي وتكييف أقسام الترقيد بهيئة بن سينا. محافظ حضرموت يطلع على جاهزية قوة حماية الشركات وخطة انتشارها العسكري. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبحث في مستجدات الأوضاع اليمنية على ضوء الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز مؤيد حميدي. وقدم الرئيس العليمي خالص تعازيه للأمين العام للأمم المتحدة وموظفي المنظمة الدولية كافة بهذا الحادث الأليم. وأكد الرئيس العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتأمين الأعمال الإنسانية وملاحقة الجنى الذين حددت الأجهزة الأمنية هوياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه البالغ للعمل الإرهابي الذي أودى بحياة الموظف الأممي. وأكد غوتيريش أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على تدخلات الأمم المتحدة وبرامجها الإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مختلف المجالات، كما أكد التزام المنظمة الدولية بمواصلة مساعيها الحميدة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن. ناقش محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أوضاع واحتياجات هيئة مستشفى ابن سينا المركزي بالمكلا. وطلع المحافظ بحضور وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح خلال لقائه بالمكلا رئيس الهيئة الدكتور خالد شيبانة على أبرز احتياجات الهيئة، موجها بمساندة مشروع إعادة تكييف أقسام الترقيد وممرات مرتدي العيادات ودعم وحدة جراحة أورام الجهاز التناسلي الأنثوي. وأكد المحافظ أهمية هيئة ابن سينا بوصفها المستشفى الأكبر على مستوى المحافظات الشرقية ومساندة السلطة المحلية لتحسين الخدمات فيها. اطلع محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي على جاهزية قوة حماية الشركات وانتشارها في جميع القطاعات النفطية وتوسيع الانتشار العسكري حول جميع حقول القطاعات النفطية. وبحث محافظ حضرموت بالمكلا مع قائد قوة حماية الشركات العميد أحمد المعاري سبل تعزيز انتشار قوات حماية الشركات بالقطاعات النفطية، موجها بديمومية الجاهزية واليقظة العالية للاستمرار حماية المنشآت الاقتصادية والحيوية للوطن، مشيدا بالاستعداد القتالي العالي الذي تتمتع به قيادة وضباط وصف وجنود قوة حماية الشركات في مختلف مواقعها العسكرية على امتداد القطاعات النفطية كافة. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي بالقصر الرئاسي اجتماعا ضم وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملسة وزير الكهرباء المهندس مانع بن يمينة لمناقشة وضع الكهرباء في مدينة عدن. وأكد الزبيدي أن الوضع المتردي للكهرباء في عدن وصل إلى حد لم يعد يتحمله المواطن في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي تضافر جهود الجميع للتخفيف من معاناة المواطنين وضمان استقرار الخدمة في حدها المقبولة. وجرى خلال الاجتماع استعراض جملة من الحلول العاجلة لرفع القدرة الإنتاجية لمنظومة توليد الطاقة وآليات التنسيق بين وزارة الكهرباء والبنك المركزي والبنك الأهلي لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها. ووجه الزبيدي في ختام الاجتماع وزارة الكهرباء والسلطة المحلية والبنك المركزي والبنك الأهلي بالبدء الفوري في تنفيذ آلية تعزيز القدرة التوليدية لمنظومة الكهرباء والاستفادة من كل الخبرات والإمكانيات المتاحة والرفع بأي صعوبات قد تعترض سير عملهم للعمل على تسهيلها وحلها بما يضمن تحسين الخدمة واستقرارها في أسرع وقت ممكن. تفقد قائد قوات خفر السواحل بحضرموت مقدم بحري عمر الصاعي ومعه المدير العام لمديرية غيل بوازير سالم العطيشي
فرق البحث والإنقاذ بقطاع الشحر المنتشرة على ساحل شحيرة، والفرق التطوعية المساندة، واطلع المقدم الصاعي والمدير العام لغيل بوازير على جاهزية فرق البحث والإنقاذ وكذا المتطوعين المشاركين في الحملة الأمنية لمساندة جهود قوات خفر السواحل في تأمين موسم نجم البلدة السياحي. وحث الصاعي فرق البحث والإنقاذ على رفع الجاهزية والتحلي باليقظة وروح المسؤولية للحد من حوادث الغرق وسرعة الاستجابة والتعامل مع بلاغات المواطنين، مثنيا على جهود المتطوعين الذين أبدوا استعدادهم في إسناد قوات خفر السواحل في حملتها الأمنية انطلاقا من إحساسهم بالمسؤولية والجانب الإنساني لإنقاذ الأرواح. بدأت عملية تفريغ النفط من سفينة النفط اليمنية المتهالكة قبالة السواحل اليمنية صافرة إلى السفينة البديلة. وقال رئيس مشروع نزع السلاح الإنساني ويم زوجنبرغ: من الرائع أن نرى كيف عمل المجتمع الدولي بجد لمنع كارثة بيئية كبرى في اليمن، حيث يتم الآن نقل أكثر من 1,000,000 برميل من النفط من صافر إلى الناقلة البديلة اليمن نوتيكا. وقد وصلت الناقلة البديلة نوتيكا يوم الاثنين إلى موقع خزان صافر النفطي تمهيدا لمباشرة سحب حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر في عملية تهدف إلى تجنب كارثة بيئية. وترسو صافر التي صنعت قبل 47 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة على بعد نحو 50 كيلومترا من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وتحتوي على أكثر من 1,000,000 برميل، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ميلادية جراء تعنت الحوثيين، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بفيروس حمى الضنك الذي ينقله البعوض. وقال رئيس وحدة أمراض المناطق المدارية رامان ولايودوهانا أن المنظمة سجلت زيادة بنحو 8 أضعاف في حالات حمى الضنك بين عامي 2000 و2022، وكشف أنه يتم الإبلاغ عن حوالي 100 إلى 400 مليون حالة يوميا، مما ينذر بتعرض نصف سكان العالم لخطر الإصابة بحمى الضنك، وذلك في نحو 129 دولة. وأوضح أن حالات الإصابة بهذا الفيروس ارتفعت من 500,000 حالة إلى 4,200,000 خلال 22 سنة الماضية. وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الوفيات الناجمة عن حمى الضنك تتراوح بين 40,000 و70,000 سنويا، وهما يمثل أقل من 1% من الحالات المصابة في غالبية الدول. أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي استبعاد مهاجمه إمبابي من جولته الآسيوية إلى كوريا الجنوبية واليابان. ووضع باريس سان جيرمان كيليان إمبابي للبيع ابتداء من السبت، مؤكدا أن النادي الفرنسي سيسمع لجميع العروض المقدمة ويستعد للموسم المقبل دون كيليان إمبابي. وقرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيع إمبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. واستقر باريس سان جيرمان على عرض للبيع والاستعداد لتلقي عروض رسمية اعتبارا من 31 من يوليو الجاري. وأشار النادي الفرنسي إلى أنه يستعد للتخلي عن خدماته مقابل سعر أعلى من 100 مليون يورو، وأقل بكثير من 180 مليون يورو. ختام نشر إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجري اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة. توجيه بدعم وحدة جراحة أورام الجهاز التناسلي الأنثوي وتكييف أجسام الترقيد بهيئة ابن سينا. محافظ حضرموت يطلع على جاهزية قوة حماية الشركات وخطة انتشارها العسكري. في ختام النشرة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت. هذا محمد بن فضل يحييكم، دمتم في أمان الله.